كيف تفسر هذا الصعود الانفجاري لليمين الأوروبي في انتخابات البرلمان الأوروبي؟ يعني شك المشهد السياسي الأوروبي شهد يعني حالة من يعني الانفجار، حالة من مش عاوز أسميها ثورة، ولكن حالة من مشهد مختلف. الاختلاف ناجم عن إيه؟ الاختلاف ناجم عن إن الأحزاب اليمينية في أوروبا، الأحزاب اليمينية في أقصى اليمين اللي هي غالبا ما تسمى في وسائل الإعلام بالأحزاب اليمينية المتطرفة دي، كانت بعد الحرب العالمية الثانية من سنة 45، الأحزاب اليمينية بسبب إن كانت الدفع للحرب العالمية الثانية كان الحزب النازي والحزب بقيادة هتلر والفاشية بقيادة موسوليني، ودي أحزاب يمينية متطرفة تسببت في دمار وتسببت في الحرب العالمية الثانية، فغابت أحزاب اليمين المتطرف، مش أحزاب اليمين، إنما اليمين المتطرف غاب عن الساحة السياسية في أوروبا من بعد الحرب العالمية الثانية. فمن ثم احنا قصاد مشهد جديد تماما، ان الاحزاب اليمينية المتطرفة بتحقق انتصارات تقريبا حوالي فازت بحوالي تلت بالربع وتلت الاعضاء في البرلمان الاوروبي. فاحنا قصاد مشهد جديد، مشهد مقلق للكثيرين في اوروبا وبره اوروبا. وغالبا كانوا مركز ثاني او اول ربما في كثير من الدول، يعني ده صحيح. يعني هم في ترتيبهم في البرلمان الاوروبي في اللحظه الحاليه الترتيب الخامس، ولكن في العديد من الدول الاوروبيه، في المانيا مثلا حققوا المركز الثاني، في فرنسا الاول، في إيطاليا حققوا المركز الأول، في فرنسا حققوا المركز الأول. فبالتالي في مشهد مخيف بالنسبة للقوى السياسية التقليدية في أوروبا، من إن هذا اليمين المتطرف أو اليمين أقصى اليمين بيسيطر على الساحة السياسية. المخيف إيه؟ إن بعض الدراسات بتشير إلى إن عدد دول الاتحاد الأوروبي 27 دولة، فيهم 15 دولة مؤيدي اليمين المتطرف حوالي 20% من الناخبين. في 8 دول أوروبية اليمين المتطرف في السلطة زي المجر وإيطاليا، أو اليمين المتطرف بيحكم بالمشاركة مع آخرين. فإحنا قصاد مشهد شديد الجدية وشديد الخطورة حوالين إلى أين تتجه أوروبا. من المؤكد أنها تتجه يمينا، ولكن بس ده تتجه يمينا متطرفا كمان، حتى تتجه لأقصى اليمين المتطرف. نقطتين هنا أستاذ هشام، النقطة الأولانية إيه اللي خوف اليمين المتطرف؟ إيه القضايا الأساسية الرئيسية اللي بتزعج الرأي العام أو المجال العام في أوروبا من أنه يقوده اليمين المتطرف؟ يعني بصرف النظر عن وصف التطرف يعني خطرا، الحاجة الثانية إيه دوافع هذا النجاح الكبير؟ تمام، خليني أقول لك الأول أن بصفة عامة الانتخابات دي شهدت برضك الحزب الأكبر اللي هو حزب الشعب الأوروبي، هو ده حزب يمين وسط. فاليمين التقليدي بين قوسين، اليمين التقليدي في أوروبا لا يزال يحتفظ بمواقع قوية، ولكن النمو اللي حصل لليمين المتطرف ده كان على حساب الليبراليين، القوى الليبرالية وحزاب الخضر اللي بتدافع عن المناخ والبيئة. طيب هو ليه قطاعات من أوروبا من الشعوب الأوروبية راحت أكثر في اتجاه اليمين المتطرف؟ صحيح. أول حاجة السياسة الليبرالية الأوروبية في المجال الاقتصادي في السنوات الأخيرة، وتحديدا من أزمة المالية سنة 2008، من الأزمة المالية في 2008 ابتدت الأحزاب اليمينية المتطرفة تقوى ويشتد عودها وتبقى أكثر صلابة وأكثر شعبية، لأن السياسات الاقتصادية خاصة تأثيرها على الشباب اللي تبنتها أحزاب يمينية ما هياش تؤثر بشكل سلبي على الشباب. يعني مثلا ناخد بالأرقام، نسبة البطالة في أوروبا في الوقت الحالي، في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه ده، 6% تقريبا. نسبة البطالة بين الشباب في السن من 16 ل 24 تقريبا 13%، دي نسبة مرتفعة جدا. اوكي، ضيف لده تدهور مستوى الخدمات الصحية، تدهور مستوى التعليم، ارتفاع معدلات التضخم، أزمة معيشة،
وضيف كمان لدوت ان بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وانهيار المنظومه الاشتراكيه ما بقاش في الساحه فكريا الا الفكر الراسمالي، وظهر القوميين المتطرفين في اوروبا اللي هم عايشين على امجاد الماضي، واخد بالك ان الحضاره الاوروبيه، اوروبا كانت مستعمره العالم، اوروبا اوروبا اوروبا. ففي التطبيق العملي اصبح في حاله من فشل اقتصادي، او بلاش نقول فشل، في اخفاقات اقتصاديه لا تحقق طموحات الشعوب الاوروبيه، وفي نزعه قوميه متزايده بتعتمد في جزء منها على معلومات مغلوطه او مضلله، واخد بالك. ولكن في نفس الوقت انت في هذه الاجواء الملتبسه والمركبه وشديده التعقيد، مع تراجع معدلات القرايه وتراجع المستوى الثقافي بين الشباب، فانت محتاج مصطلحات كده كليشيهات بسيطه الناس تقبل بيها. يعني مثلا ايه؟ يرفعوا اليمين المتطرف في اوروبا، يرفع مثلا ايه؟ فرنسا للفرنسويين، ايطاليا اولا، النمسا اولا، سنعيد المجد لاسبانيا مره اخرى. هو اسبانيا ما اتدهورتش، هو دي شعارات بسيطه تحس انها ايه، اشعارات سوشيال ميديا اكتر منها انك تقعد تدور وتبحث في التفاصيل. كل دوت بيخلي الشباب اكثر ميلا للاتجاهات اليمينيه، ولكن في ظل دوت هو عاوز يعلق، يجد شماعه يعلق بيها المأساة او الوضع الاقتصادي المتردي بتاعه عليها. هو بيتصور ان انا راجل قومي، راجل وطني، بلدنا كانت فرنسا كانت اعظم دوله في العالم، المانيا هي اعظم دوله في العالم، كل لكن عاوز يبقى في شماعه، فبيمسك في شماعه مين؟ المهاجرين. ولذلك القوميين المتطرفين دول او اليمين المتطرف ده زادت قوته في اوروبا كمان بعد لما اردوغان دفع بحوالي 1.5 مليون مهاجر من سوريا وافغانستان وغيرها من الدول لاوروبا. ده أثار مخاوف شديدة جدا لدى المواطنين في عديد من البلدان الأوروبية، في وجوه جديدة ما هماش بشرتهم زي بشرتنا، مختلفين عنا في اللغة، في الثقافة، في المفاهيم الاجتماعية. فأصبحت قضية المهاجرين قضية رئيسية بتوحد اليمين المتطرف وبيكسب بيها، فبيكسب بيها أرضية سياسية متزايدة. اليمين اللي بيقود في العديد من الدول الأوروبية كان بيلعب سياسة، فعليه أن يقدم تنازلات، فأيضا أصبح الإعلام الأوروبي يهاجم المهاجرين ويحملهم مسؤولية أزمة اقتصادية مش هم إذا كانوا حتى سبب فيها، ما هماش هم السبب الوحيد أو السبب الرئيسي. السبب الرئيسي سياسات طيب. بينما